بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. سيدي يا رسول الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح لمن أراد تداويا. قالوا يتيم، قالوا يتيم، فقلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب ساميا. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا. إن كنت لم تنعم بظل أبوته فالله آثر أن يضمك راعيا. قد كنت طفلا فوق ثدي حليمة تأبى الرضاعة سوى نصيبك راضيا. تعطيك ثدي اليمن تقبل شاكرا، تعطيك ثدي أخيك ترفض آبيا. عجبي لطفل كان في إرضاعه حكما لمرضعة لديه وقاضيا. عجبي لطفل لا يميل بكفه كف العدالة أو يحيد تراضيا. الجود طبع والسقاء مجمع والماء من كفيك ينبع جاريا. تسقي العطاش، تسقي العطاش إذا دعيت بأصبع فيفور منه الماء شهدا صافيا. أتكون زمزم بعض كفك أم لها فرع يمر خلال كفك خافيا. صلوات ربي وسلامه عليك سيدي يا رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، نعيش الآن في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة التي يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جميع الدول العربية والإسلامية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. حتى فادخلوها خالدين.
وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة
يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم واغفر الذنب.
وقابل التوبة شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما Yeah.
الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا وسعت كل شيء رحمة ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما ربنا
ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من
إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى فاعترفنا بذنوبنا فالحكم لله فالحكم لله
فالحكم لله فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله فالحكم لله العلي هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر فادعوا الله مخلصين له الدين
رفيع الدرجات رفيع على من يشاء من عباده ينذر يوم تلاق يوم هم لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم الملك اليوم لله الواحد القهار يوم هم بارزون لا يخفى على لمن كل يوم لله الملك اليوم لله الملك اليوم Yeah.
اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب صدق الله. تأهب للذي لابد منه فإن الموت ميقات العباد ستندم إن رحلت بغير زادي وتشقى إذ يناديك المنادي فلا تأمن لذي الدنيا صلاحا فإن صلاحها عين الفساد تب مما جنيت وأنت حي وكن منتبها قبل الرقاد أترضى أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد وهكذا وتن إخوة الإيمان والإسلام قد فتح الله علينا بالذي هو خير آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم تلاها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ جميع الدول العربية والإسلامية والمقيم بطارون مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروتي كبرى مخازن الفراشة الذهبية الحديثة الكبرى ومكبرات الصوت والإنارة أولاد العناني بالحكمية خدمة الفندقية الممتازة أدارة المتر علي المليجي بكفر الشيخ خلال خدمة التصوير البث الهوائي عميد مصوري جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي مهندس ناصر صلاح وأولاده مهندس محمد ناصر صلاح والمهندس صلاح ناصر صلاح الزقازيق شقية أسرة الراحل الكريم والعائلة الكريمة بكل من فيه يتقدمون بخالص الشكر والتقدير إلى كل من واساهم العزاء وإنا لله وإنا إليه راجعون.